فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها حامل وستضع بعد بضعة أيام، وتسأل تقول: ما الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتساعد أثناء الولادة؟ ما أعرف ذكر معين، لكن تدعو الله أن يسهل عليها الولادة، وأن يرحمها، وأن يقيها شر الخطر. تدعو الله بما يسر الله لها من الأدعية. نعم.